السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة دفعة التابلت. وطبعا احنا النهاردة مش عاوزين نضيع وقت، هنشوف جميع المشاكل اللي بتقابلنا جميعا في موضوع التابلت. ايه المشاكل؟ انا خدت التابلت النهارده من الوزاره. التابلت ده بيبقى عليه حاجه اسمها ايقونات الوزاره، عليه تطبيقات في نفس الوقت، بتبقى عليه بنشوف بقى المشكله اللي بتواجهنا اثناء الامتحانات، زي المنصه بتفتح ولا ما بتفتحش، طب نعمل فيها ايه. الحاجات دي مش هنضيع وقت، هنقول على طول ونبدا مع بعض. انا عندي التابلت بتاعي زي ما انتم كده شايفين كده معايا، التابلت ده بالشكل كده. انا النهارده عشان ابدا، الاول طبعا ادخل على الضبط عشان يبقى كل حاجة واضحة معايا. هنبدأ نشوف الخط الأول بتاعنا عشان وإحنا بنشرح يبقى الخط بتاعي واضح. أنا عندي بدخل على الإعدادات ثم الشاشة، من الشاشة بدخل يا أولاد على الخط، ماشي، اللي هو الكبير اللي هو صغير وكبير. طيب أنا بكبر هنا الخط بتاعي عشان أقدر أستخدمه، وفي نفس الوقت بروح أعمل عملية إيه؟ موافق. طبعا الخط بيديني الشكل زي ما احنا شايفين، الخط كده بيكبر قدامي، واروح عامل كده ايه؟ موافق. الخط كده زي ما انتم شايفين اصبح الخط عندي واضح، حتى واحنا بنستخدم يبقى عارفين ان احنا هنقول ايه. طيب بنبدا دلوقتي مع بعض ازاي انا عاوز احدث التاب بتاعي. التاب بتاعي اول ما بفتح، لا اما ساعات بيجي لي رساله هو تحديث التاب، طبعا تحديث البرامج اللي عليه، لا اما بيقول لك دلوقتي الان او بعدين او ممكن بالليل. فاحنا هندخل مع بعض على الضبط ونشوف هنا مع بعض في التاب تحديث، واروح داخل هنا على التحديث. بيقول لي جاري التحقق، بيقول لي هنا تحديث البرامج، هل لاحقا ولا التثبيت اثناء الليل ولا التثبيت الان؟ لا، يبقى انا في الاول حاجه بعمل حاجه اسمها ايه؟ التثبيت الان، يرجى الانتظار. بيقول لي تحديث الاندرويد وبيعمل التحديث اوتوماتيك، التاب لوحده بيقفل، بيعمل ريستارت وبيشتغل مره ايه ثانيه كده، هو بيعمل تحديث ايه اوتوماتيك لوحده. واجب علينا كل يوم يومين ثلاثه نبص على التحديثات، لما بنلاقي عند تحديث البرامج نلاقي رقم واحد يبقى كده في تحديث، لازم نعمل كل شويه والثانيه تحديث. ليه يا اولاد؟ بس لازم يكون في نت. بكده بيقول لي تحديث البرامج، تم تحديث الجهاز، اسحب بأصبعك الشاشة لإلغاء قفلها. طيب بكده هنفتح الشاشة، تم تحديث بتاع موافق. طيب كده فتحنا الشاشة بتاعتنا. طيب احنا النهاردة هنشوف مع بعض الأيقونات اللي هي بتنزلها الوزارة، والأيقونات اللي هم تكون نزلت في الوزارة عندي، اللي هي ايه. انا عندي هنا موجودة عندي على الشاشة بنك المعرفة، اللي هو الاي كي بي والال ام والال ام اس، وموقع وزاره التربيه والتعليم اللي هو ام او اي، ومنصه امتحان الامتحان عليها. لا ده كده في عندي ايقونات كده ناقصه. طب عشان ان انا اعرف الايقونات الناقصه ازاي، هروح داخل تانيين مع بعض كده. عندي حاجه اسمها نوكس مانج، نوكس مانج اهي الايقونه، ندخل عليها كده بيفتحها لي. أول ما فتح بيقول لي هنا دفعة القاهرة دي كده، واروح داخل فيه ثلاث شرط كده على الشمال من فوق، هنروح داخلين عليهم. هنروح داخلين على حاجة اسمها داونلود كونفريجنز دي كده، ندخل عليها. هنا جايب لي حاجات شايفين كده، بيقول لي إيه الإي كي بي بنك المعرفة والاستادي والإدمودو والإم أو أو الإم أو إي اللي هي موقع الوزارة والإجزام والإل إم إس وحصص إيه اللي بنزلها الوزارة. طب الحاجات دي كلها أعملها إزاي؟ عندي هنا انستول، طب أنا عندي بنك المعرفة موجود يبقى أنا مش هعمله، هروح داخل هنا انستول اللي بعدها، بيقول لي أوكي، أقول له ماشي إضافة، فهو كده بيقول لي تم إضافة اختصار المذاكرة للشاشة. بعد كده الادمودو اروح نفس الطريقه، اروح داخل انستول اوكي اضافه، نفس الطريقه تم اختصارها للشاشه الرئيسيه. طيب عندي موقع الوزاره موجود، الاجزام موجود، الامتحان ال ام اس، ندخل على هنا برضو نفس الطريقه، كل انستول بنعملها على طول ايه وبعد كده اضافه، ماشي برضو ريجستر، هروح داخل برضو على انستول اوكي، بعديها اضافة. بيقول لي تم اضافة اختصار للتسجيل بتاعك للشاشة ايه الرئيسية. طيب هنا نرجع طيب كده مع بعض في نفس المكان اللي احنا رجعنا خطوة، نبص هنا بالمرة عشان واحنا في نفس الموجود الاعدادات برضو في الثلاث شرط، هلاقي عندي ابلكيشن ستور. ايه الابلكيشن ستور دي يا اولاد؟ الابلكيشن اللي هي التطبيقات بتاعتي، ندخل عليها كده
بيفتح معايا التطبيقات بتاعتي لودينج، بيعمل تحميل، بيشوف التطبيقات اللي عندي كلها، فتح كويس قوي، جايب لي جميع التطبيقات اللي موجوده. ما دام كاتب لي انستولد يبقى الحاجات دي اصلا موجوده على الجهاز. لو هنا مكتوب عندي مكان انستولد مكتوب داونلود يبقى انا هعمل داونلود. يبقى نشوف كده مع بعض كده، هنرفع كده مع بعض. جايب لي الايقونات او جايب لي اللي هي التطبيقات البرامج بتاعتي اللي موجوده، ماشي، الاله الحاسبه والنوكس مانج وماي سكريبت، ماشي، وجايب لي الويبكس وماي وي اللي هي الشريحه والتيمز والفريق، وجايب لي الاوتلوك اللي هو كان منزلها الوزاره، وجايب لي ام او، ماشي يا اولاد برده نفس الطريقه، ايه كله ده جايبه لي. طب خلاص يبقى انا عندي التطبيقات دي كلها مكتوب عليها ايه انستولد، مفيش اي حاجه مكتوب عليها داونلود. يبقى لو في داونلود هعمل داونلود، اما انستولد يبقى دي موجوده. نخرج، طيب نروح خارجين خالص هنا للشاشة الرئيسية، نرجع التطبيقات بتاعتنا، بيادي 2، ادي 4، ادي 6، ادي 8، يبقى هنا نزل لي تطبيقات، نزل ادي بنك المعرفة كان موجود، والال ام اس موجود، وزارة التربية وموقع الوزارة موجود، والمنصة موجودة، ضاف لي ايه بقى؟ حصص مصر، الادمودو، والمذاكرة الرقمية، خلاص، والتسجيل. طيب، كده عندي أصبح الأيقونات بتاعة الوزارة موجودة عندي. طيب، أوكي، طيب ندخل بالمرة نشوف مع بعض ايه البرامج بتاعتنا. ادي البرامج بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها، جايبها لي كلها برضو موجوده من بره. يبقى كل البرامج اللي احنا قلنا عليها كان مكتوب عليها انستولد، كل البرامج دي اصبحت موجوده. طب كويس، يبقى انا كده عرفت ايه، خدت عمليه التحديث، وخدت مع بعض كيفيه ايقونات الوزاره، وخدنا مع بعض اللي هي التطبيقات والبرامج اللي هي موجوده على التابلت. طيب انا دلوقتي يا اولاد بقى في مشكله قابلتني، واللي خلانا بنتكلم في الموضوع ده ان امبارح في طالبه اتصلت بيا بتقول لي يا مستر والله انا عندي منصه الامتحان من اول يوم ما فتحتش. طب اعمل ايه؟ كل ما بجرب ما بتفتحش. طب انت عملت ايه؟ قالت لي انا خدت تابلت واحد زميلتي وجربت عليه وفتح. قلت لها لا، ما احنا مش عايزين نجرب على تابلت حد. ليه؟ على اساس افرض انت دخلتي الاسم المستخدم واستخدمت الباسورد بتاعك واتحفظ عليه، وجت زميلتك غلطت وراحت دخل بالبيانات بتاعتك، يبقى كده زميلتك كده ظلمناها. طب لو انا ما فتحتش عندي، في حاله ما فتحتش عندي هنا، استخدم عادي الموبايل بتاعي او استخدم اللاب او استخدم الايه؟ الكمبيوتر في البيت، واروح داخل واروح كاتب، ادي منصه الامتحان بتاعتي بنفتحها، انا عندي هنا اللينك بتاعها اللي هو ايه assessment.etb.eg، اروح واخد اللينك ده واروح حاطه عندي هنا وهروح فاتح معايا. ما دام فتح معايا على الموبايل، فتح معايا على اللاب، فتح معايا على الكمبيوتر، همتحن عادي جدا واخلص امتحاني. طيب انا هنا فتحت وجيت جربت كذا مرة وفي نفس الوقت منصة الامتحان بتاعتي ما فتحتش، نرجع تاني عشان نشوف. هندخل ادي منصة الامتحان، فتح معايا المنصة كده. طب حاولت اجرب كذا مرة عشان يفتح معايا الامتحان ما فتحش، اجرب كذا مرة ما يفتحش. انا عندي في سهم هنا، او هلاقيها سهم او ثلاث شرط، على الشمال فوق هروح دايس عليه وهلاقي كلمة السجل، شايفين كلمة السجل يا اولاد؟ اروح داخل على كلمة ايه؟ السجل. دي مشكلة قابلتنا. وجاري هنا بيقول لي ايه؟ جاري محو بيانات ايه؟ التصفح. هروح داخل على محو البيانات، دايس عليها. طيب مديني هنا بعد محو البيانات جميع الاوقات، ممكن الاقيها اخر ساعة، يعني ممكن ما الاقيش كلمة جميع ايه؟ الاوقات، الاقيها اخر ايه؟ ساعة. اروح داخل على جميع الاوقات، واروح معلم برضو على جميع الاوقات، واروح جاي تحت اقول محو البيانات، واجي هنا اقول له ايه؟ محو. كده هو بيمحو ايه؟ جميع البيانات بتاعتنا. طيب بعد كده اصولا انا بعد ما بعمل بحث بيقول لي لا يوجد سجل هنا. اصولا انا بعمل ايه؟ لازم اخرج واعمل ريستارت، ماشي، للجهاز بتاعي، اعاده تشغيل، ماشي، واستنى واعمل اعاده تشغيل. بالطريقه دي اللي احنا عملناها هدخل على منصه الامتحان هيفتح معايا. طب ما فتحش، اجرب مره واثنين وثلاثه. طيب بيقول لي هنا نسحب، هندخل تاني كده هنلاقي المنصات بتاعتنا، هتجرب بعديها تاني. لما يجي يجرب طبعا هنا عشان انا بالنسبه للامتحان لازم يكون معايا اسم المستخدم ومعايا ايه؟ كود او كلمه السر. هروح داخل بيها هتلاقيه فتح معايا والمنصه بتاعتي كده اشتغلت واصبح ما عنديش اي مشكله فيها. صعبه كده يا اولاد؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ لمنصه الامتحان. طيب احنا النهارده دلوقتي برضو
بنشوف حاجة تاني، التحديث عملناها والتطبيقات والتحميل. طيب أنا عندي حاجة اسمها لينك الحضور، وده خاص بالقاهرة. لينك الحضور ده يا أولاد إيه؟ كل محافظة أو كل مديرية عاملة لينك لكل طالب، ماشي؟ اللينك ده عبارة عن إيه؟ أنا بيبقى عاملين زي برنامج زي الفورمز. البرنامج ده بندخل بيه من على الموبايل، بتبقى كل مدرسة أو كل إدارة أو كل مديرية عاملة للمدارس بتاعتها كلها والإدارات بتاعتها لينك معين، اللينك ده بيدخل بيه الطالب. طب نجرب ندخل مع بعض. أنا اللينك عندي هنا موجود، اللينك عندي هنا موجود، هروح داخل على اللينك، ادي اللينك. بس اللينك ده يا اولاد انا بقول لكم عليه ده خاص بمحافظه القاهره، يعني مديريه القاهره هي اللي عاملاه لكل ادارات القاهره. عامل لي بيقول لي خاص بالامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي دفعه 2021، بيقول لي اعمل الحاجات دي. بيجيب لي هنا اليوم، انا طبعا بدخل بملا بعلم على اليوم اللي حصل عليه. النهارده كان امتحاني يا اولاد الخميس، يبقى هعلم على الخميس. دخلت على الخميس، بيقول لي بعد كده التاريخ، التاريخ فتح لي التاريخ 17، روح داس عليه اداني 17/12، واروح مدخل الكود بتاع الطالب، الكود بتاعي، وبعد كده اشوف الاداره بتاعتي. انا الاداره بتاعتي فين؟ هل الاداره بتاعتي الساحل ورود الفرج ولا مصر الجديده؟ ده كل ده خاص بيا اولاد بالقاهره. طيب ولا اخش ايه اي اداره انا عاوزها؟ دخلت السيده زينب مثلا، خلصت الاداره بتاعتي، بيقول لي هنا اسم المدرسه بتاعتي، اروح مدخل اسم المدرسه. بعد اسم المدرسه بيقول لي نوع المدرسه، هي رسمي دي رقم واحد يعني حكومي، ولا رسم لغات اللي هي التجريبيات، ولا خاص عربي، ولا خاص لغات. بعلم عليها، لو هي رسمي اعمل رسمي، لو هي تجريبيات بعمل تجريبيات، واكتب نوع الدراسه، هل الدراسه بتاعتي انتظام ولا خدمات، يعني مقيد في مدرسه ولا خدمات منازل، يبقى انا هاخد ايه؟ انتظام. طب الماده اللي انا بامتحنها النهارده، طب احنا النهارده ايه يا اولاد؟ النهارده في رياضيات، اروح اعمل على الرياضيات. طيب بعد كده بيقول لي دخل اسم الطالب، اروح انا مدخل اسمي هنا. بعدها بيقول لي المكان اللي انت اديت منه الامتحان، هل المدرسه ولا المنزل؟ لو انا في المدرسه هعلم على المدرسه، لو انا في البيت هكتب المنزل. وبعد كده بيقول لي بقى هل قبلتك مشكله تقنيه عند دخولك الامتحان او اثناء الامتحان، اذكرها او اكتب لا. يعني لو ليا مشكله هكتبها. ايه المشكله؟ إيه البرنامج ما فتحش، في حاجه في الاسئله في التقنيه ما اشتغلتش معايا، السؤال نفسه ما فتحش خالص معايا نهائي، الحاجات دي كلها. طب لو ما فيش مشكله بكتب لا. طب هنا هل قبلتك مشكله فنيه في اسئله الامتحان، اذكرها او اكتب لا. برضو لو في مشكله خاصه في السؤال نفسه، السؤال نفسه هي المشكله بتاعته، بكتبها. طب ما فيش مشكله بكتب لا. وبعد كده بعمل سبمنت او ارسال، يروح باعت بعد كده. كل الكلام ده بيصل لموقع مديريه التربيه والتعليم بالقاهره اللي هي عاملاه، بناء عليه بيشوفوا المشاكل وبيشوفوا التقنيات وبيشوفوا الحاجات اللي واجهت الطلبه في اثناء الامتحان التجريبي عشان يقدروا يحلوها بعد كده في الامتحان بتاع نص السنه. يبقى احنا خدنا اللينك اللي خاص بمين يا اولاد؟ اللي هو خاص ب اللينك اللي هو خاص بالمديرية أو المشاكل اللي بتواجه الطالب. اللينك ده بيعمله الطالب، اسمه لينك حضور، اسمه لينك إيه؟ حضور. ده بيعمله الطالب كل يوم، وبيدخل المادة اللي هو امتحانها والمشاكل التي قابلته فيها. النهارده دلوقتي بقي لي حاجتين، كيفية تنزيل اللغة وكيفية تنزيل الكتب الإلكترونية. طيب بالنسبة عندي اللغة بتاعتي أعمل إيه؟ نفس الطريقة، أنا هدخل على الضبط، ادي الضبط كده معايا كلكم، هروح داخل هنا على الضبط وانزل كده لحد ما الاقي حاجه عندي اسمها الاداره العامه. شايفين؟ ادي الاداره العامه، اروح داخل على الاداره العامه. طيب من الاداره العامه بيفتح لي على ايدي الشمال هنا بعض الحاجات، هروح داخل اللغه والادخال. طيب كويس، دخلت على اللغه والادخال، مكتوب عندي لوحه المفاتيح التي تظهر على الشاشه، هي دي اللي انا عاوزها، هروح داخل عليها كده، ومكتوب عندي لوحة مفاتيح سامسونج، أروح داخل على مفاتيح سامسونج. مديني بقى اللغات اللي موجودة عندي على التاب، اللي هي اللغة الإنجليزية واللغة العربية. طب أنا دلوقتي أنا عندي لغة تانية، عندي ألماني، عندي أسباني مثلا، عندي فرنش، عندي إيطالي. طب أعمل إيه؟ أدخل على كلمة إدارة لغات الإدخال، أروح داخل عليها كده وابتدي أرفع كده معايا. طبعا هو بص يا أولاد مفعل لي اللغة الإنجليزية واللغة العربية. طيب أروح نازل هنا تحت، انا مثلا عاوز امتحن فرنش، ماشي، هروح داخل على الفرنش هنا واروح مفعلها. لو انا رجعت كده مع بعض، نرجع مع بعض كده واحده واحده، هلاقي الله اصبح عندي اللغه ايه؟ الانجليزيه والعربيه والفرنش، يبقى نزلت اللغه بتاعتي. طيب انا عاوز مثلا، لا ده انا عاوز الماني، هروح انا داخل كده واروح اجرب
طب هنا مثلا ألماني، طب ما فيش هنا ألماني مكتوب، لا أنزل تحت. هنا تحت في لغات لسه ما نزلتش، يعني إيه؟ عاملها انستول. هدور كده على الألماني أهي اللي هي الدوتش. الدوتش آيات اللي هي الألماني، أروح عامل على السهم ده كده دايس عليه. لو أنتوا شايفين بيعمل لي تنزيل للغة. بيديني 30%، 45، 50 كده، هو بينزل معايا اللغة التانية. لو أنا ألماني 55 هفضل مستني لحد ما يعمل ايه؟ تنزيل للغة بتاعتي. حلو، بيقول لي تم تنزيل الدوتش. طب اروح طالع كده فوق، ارجع تاني هنا فوق، نزلها لي فين يا اولاد؟ نزلها لي، ادي الدوتش هنا، ادي الدوتش اهي، فعلها لي وفعلها لي. ارجع كده هلاقي عندي على التابلت اللغات، عندي الانجليزي والعربي والفرنش والايه والدوتش. طب انا مثلا يا مستر انا عاوز، مش عاوز الفرنش، هروح راجع تاني واروح داخل على لغه الادخال واروح اعمل اغلاق للفرنش، يبقى عندي ثلاثة بس. نفس الطريقه هعملها مع الاسبانيول اللي هي الاسباني، لو انا عاوز افعلها فعلها. هنا بقى يا اولاد التاب ما ينزليش الا اربع لغات بس، اربع لغات بس اللي اخدهم. بعد حاولت انزل اي لغه تانية افعلها مش هيفعل معايا اي لغه تانية. بص اجي افتح بيقول لي تم بلوغ الحد الاقصى لعدد اللغات المدعومه، انت ليك اربع لغات ينزلوا. خلاص انا كده نزلت اللغات بتاعتي. بكده يا اولاد عرفنا ان احنا كده اللغات نزلت ازاي. طيب بعد كده كيفيه بقى ان احنا نقدر ننزل الكتب بتاعه ايه؟ الالكترونيه. انا عاوز كتاب يكون معايا ذاكر منه كتاب الوزاره. انا عندي هنا وزاره التربيه والتعليم الموقع، اروح داخل عليها اللي هو تنزيل الكتب الالكترونيه. هروح داخل على الموقع واروح طالع كده مع بعض، هلاقي عندي بوابه التعليم الالكتروني اهي، بوابه التعليم الالكتروني، بوابه اروح داخل عليها. جاب لي التعليم الالكتروني، بيقول لي اختر المرحلة التعليمية، هل رياض أطفال ولا ابتدائي ولا إعدادي؟ طبعا احنا مرحلة ثانوية، هروح داخل معلم على المرحلة. طيب بيقول لي هنا اختار الفصل الدراسي، طب هروح دايس عليه، أنا عاوز الفصل الدراسي إيه؟ الأول، علمت عليه. طيب اختار الصف الدراسي، أروح داخل عليه، هل الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أنا عاوز الفصل الأول، أروح داخل على الفصل الأول. اختار النوعية، هروح معلم كده. جايب لي بقى انت عاوز ايه؟ اختيار النوعيه، هل الكتب الدراسيه الالكترونيه ولا برمجيات ولا جدول حصص ولا كام ده؟ انا هدخل اللي يهمني الكتب الالكترونيه، واروح رافع كده ويقول لي بحث. لما اجي اعمل بحث كده يا اولاد بالظبط، راح جايب لي هنا لسته تحت اهي فيها المواد كلها اللي انا عاوزها، ولما اكمل ادوس على اللي تحت. انا عاوز انزل اي كتاب لغه عربيه، مش عارف احياء، في هنا طبعا كل حاجات لغات موجوده او عربي موجوده. هنا مثلا ماده التاريخ انا عاوز هعمل هنا استعراض، هروح داخل، هل تريد تنزيل الماده؟ ماشي مره اخرى، انا كنت منزلها قبل كده، طب بلاش منها، ندخل نخرج على حاجه تاني نكون مش منزلينها. طب هل الجغرافيا؟ جغرافيا مصر، هروح اعمل عليها استعراض، بيقول لي جاري التنزيل، بينزلها لي. خلاص طب انا عاوز اعرف الماده دي نزلت. كل ماده بنفس الطريقه يا اولاد، اعمل استعراض واعمل تنزيل، استعراض وتنزيل، استعراض وتنزيل، نزلت الكتب بتاعتي. طب الاقيها فين يا مستر؟ اروح راجع، اخرج خالص واروح داخل هنا على التطبيقات بتاعتي، هلاقي كده ملفاتي، هلاقي هنا كده ملفاتي، هروح داخل عليها ملفاتي. طب ايه اللي انا عاوزه في ملفاتي؟ المستندات. جاب لي الداونلود اهي في الحاجات الداونلود، اروح داخل على داونلود. طيب الهيستوري والمواد اللي نزلت عندي كلها، هفتح اي حاجه منهم. طيب نروح مثلا داخلين دلوقتي، ادي التاريخ، نعمل فتح، كويس، ادي كتاب التاريخ يا اولاد نازلهولي من البدايه، بيانات الطالب، وادي كتاب التاريخ ده من بدايته خالص، احنا بنجيبه من الاول، ادي كتاب التاريخ مصر الحضارة، حضارة مصر والعالم القديم، الصف الأول، وجايب لي بيقول لي إيه؟ ده اللي هو 2021، يعني آخر طبعا منزلها الوزارة. أي حاجة بقى يبقى أنا معايا الكتاب في البيت بذاكر منه، عاوزه برضو أوبن بوك، بعرف أجيبه أوبن بوك وأنا شغال في الامتحانات، طبعا إحنا مكبرين الخط عشان إيه؟ يوضح لنا الحاجات دي كلها. هنا كده يا أولاد يبقى أنا كده اتعلمت النهاردة كيفية أنزل الكتب الإلكترونية، كيفية ان انا انزل الايقونات بتاعت الوزارة، التطبيقات اللي هي البرامج،
اعمل لينك الحضور اللي هو بتاع الامتحانات، وده كان احنا قلنا ده خاص بمحافظة القاهرة، عاملاه مديرية القاهرة، اكيد كل مديرية عاملة لينكات. في نفس الوقت عرفنا فتح المنصة بتاعة الامتحان ازاي لو انا عاوز افتحها او قابلتني فيها مشكلة اعمل فيها ايه. بكده النهاردة يا ولاد كده وصلنا اللي احنا عاوزينه فين في التابلت، وان شاء الله اي حاجة تقابلنا هنحاول نكون معاكم على طول اول باول. كان معكم مستر جمال الاسيوطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.